السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاد المعلق الجزائري حفيظ الدرجي يوم أمس الاثنين للتعليق على تسريبات عودة محمد رورو إلى رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، ومن خلال مقطع فيديو نشره على قناته ومختلف حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح حفيظ الدرجي أن عودة محمد رورو إلى رئاسة الفاف لم تحسم إلى حد الآن، وأكد أن كل ما أثير حول عودته الرجل الحديد إلى المشهد الكروي الجزائري ومجرد معطيات وتسريبات قابلة للتغيير في أي لحظة. واعترف حفيظ الدرجي أن جهة النافذة في كرة القدم الجزائرية اتصلت برورو من أجل إقناعه بالعودة مجددا إلى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في الفترة القادمة. أضاف المعلق حفيظ الدرجي أن رئيس الفاف محمد رورو رفض رفضا قاطعا في البداية فكرة عودته مجددا لرئاسة الاتحادية قبل أن يغير رأيه بعدما طلب منه المساعدة لإكمال العهدة الأولمبية الحالية والتي طبقت منها عام ونصف. وأردف حفيظ الدرجي أن صديقه محمد رورو قرر تلبية نداء تلك الأطراف الفاعلة في كرة القدم الجزائرية اقتناعا منه بوجوب تلبية نداء الواجب. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.